الوقت كل ما يجي وقت كل ما الديزيز يصير بي بروجريشن. فاذا هذا الاول كرونيك وبروجريشن ديزيز، بعدين شنو انفلاميتري كرونيك بروجريشن وانفلاميتري. بالحقيقه واحده من الاشياء المهمه اللي تميز الروماتويد ارثرايتس عن الاوستيوارثرايتس انه الاوستيوارثرايتس قلنا انه بعض الامور شويه ربما هي ميكانيكال اكثر مما هي انفلاميتري، بينما بالروماتويد ارثرايتس الديزيز واضح انه انفلاميتري ديزيز. كل هاي الانفلاميتري ميديتر راح يجي ناخذها الانترلوكين تيومر نيكروسس وغيرها بلاي ان امبورتنت رول بال pathogenesis of the disease. فإذا هو chronic و progressive و inflammatory disorder. زين. قلت characterized by شنو؟ Polyarticular. يعني شنو polyarticular؟ affect يعني multiple joint. و symmetrical involvement. يعني شنو symmetrical involvement؟ يعني عادها متناظرة. يعني تيجي تلقى هذا الجوينت مقابل هذا الجوينت لازم. فإذا هو عندنا الـ polyarticular effect many joints، بس راح يجي ناخذها خصوصا الـ small joint of the hand of the feet polyarticular و symmetrical involvement. symmetrical involvement يعني متناظرة، هنا أنا ما بس symmetrical، هنا أنا أبو هنا أنا ما أبو، إنما symmetrical involvement. والشغلة المهمة الأخرى اللي دي أنه with extra articular feature. يعني إحنا هنا بال بالاوستيوارثرايتس كلها مشكله وين عندنا؟ هي بالمفاصل بالجوينت. بينما بالروماتويد ارثرايتس قلنا بولي ارتيكولار وسيمتريكال جوينت موفمنت ويز شنو؟ اكسترا ارتيكولار. يعني اكو عندنا بعض شغلات هي ما لها علاقه بالجوينت، بس راح ناخذ لكم مثال. قسم هذا يصير عنده انيميا، يصير عنده ليت انصر، يصير عنده بالاي دراي اي هذه الأمراض هاي كلها نسميها اكسترا ارتيكولار فيتشر. يعني الاعراض مال الروماتويد ارثرايتس ما تقتصر الا بس على الجوينت، وانما اكو اكسترا ارتيكولار. اكسترا ارتيكولار قد تكون بالعين، قد تكون بالمصر، قد تكون بالالسر، قد تكون لمف نود انلارجمنت وغيرها. هذه كلها نسميها انيميا. انيميا هذه كلها نسميها اكسترا ارتيكولار فيتشر. اوكي يعني؟ فاذا هو كرونيك وبروجريسيف انفلاميتري. انفلاميتري كل هذا الانفلاميتري بروسس واقع جدا. اوكي يعني بولي ارتيكولار سيمتريكال جوينت انفولفمنت و اكسترا ارتيكولار فيتشر. طبعا هو هذا الابيديميولوجي يعني اكثر من هذني الامراض افكت يعني من ايجنج البيك ايج اوف اونست مالته. يعني البيك ايج اوف اونست يعني اكثر الناس يبدأ عندهم بالأعمار الثلاثين والخمسين سنة أكثرهم يبدأ age onset of the disease. طبعاً عندنا وإن كان أكو نوع يسمونه الـ
لكن هو حال حال كثير من الامراض، يعني هو يقول لك انه تجمع انترتين جينيتيك، واحد عنده استعداد وراثي انفايرمنتال هذه انفكشن وغيرها كلها، هاي تلتقي وتسبب لنا شنو الروماتويد ارثرايتس. انا ما ندخل في تفاصيل، اذا هي جينيتيك بريديسبوزيشن انفايرمنتال هذا التوكسين والبوليوشن والتلوث وغيرها، وانفكشن في انواع معينه من البكتيريا، كل هذا ممكن يزيدنا يسوي لنا يلعب دور في انه يصير عندنا بيشن الروماتويد. ريسك فاكتور يعني شنو ريسك فاكتور اللي حكينا عنه، يعني شنو ريسك فاكتور اذا واحد يصير عنده روماتويد ارثرايتس او شيء يعني. ها؟ الايج عادي، يعني قلنا اكثر شيء هو الاعمار بين ال 30 وال 50، فهذا قد الايج انه بعد شنو؟ يعني احنا الانفكشن ما واضحه، بس يعني اكو بعد شنو يعني؟ اميونيتي قلنا اميونيتي بري ديسبوزيشن يعني فاميلي فاعمل إذا واحد أبوه وما أخوه كذا هذا يجي عنده، وقلنا هو بالومن أكثر من المين، فإذا بينجا فيني أو أيضا هذا يبقى بار فالريسك فاكتر. والتوباكو الحقيقة حتى التدخين هو مو ربما مو كلش ريسك فاكتر بالديزيز، لكن السيفيريتي أوف ذا ديزيز تكون أكثر عادة عند السموكر، والريسبونس للتريتمنت يكون شنو؟ أقل. فإذا هذا الحقيقة التوباكو أيضا ممكن نعتبره ريسك فاكتور. هسه من هنا البيسك الباثوفيزيولوجي أوف ذا ديزيز. بالحقيقة احنا عندنا نعمة هذا الجوينت، وعندنا هنا هذا يسمونه سينوفيال ممبرين اللي هو سراوند الروماتويد ارثرايتس. اول ما يبدينا الانفلاميشن يصير عندنا بالساينوفيا، هذا يسمونه ساينوفايتس وغيرها، وتبدينا هنا يصير عندنا الديفيوجن يعني الفلويد اكيوميشن، فشو يصير بالجوينت؟ شو يصير بيه؟ سوالت. اوكي يعني فلما تفضل فلما يصير بالجوينت هذا سوالت يصير بالبين، يصير في تندرنس، يصير ريد وكذا. هذا اول العمليات اللي تبدينا بها، اول عمليات الباثوجينيسيس مالت الروماتويد ارثرايتس يصير عندنا انفلاميشن بالساينوفيال ممبرين. فهذا الساينوفيال ممبرين يصير به والجوينت يصير به فيوجن فلويد، هذا ليسنج فيوجن واحد. اوكي ايش راح تجينا؟ من تجينا؟ كلها هي انفلاميشن راح تجينا الانفلاماتوري سيل ماكروفاج والنيوتروفيل والليمفوسايت غيرها. وش تعطينا؟ تعطينا الانفلاماتوري شنو؟ ميدييتر اللي هي هذا الانترلوكين والانترلوكين 1 والانترلوكين 6 وتي ان اف. تي ان اف يعني شنو؟ شنو كرونيك بروسيس فاكتور الفا وغيرها. هذول مين؟ هم يسوى ريليز الانزيم اللي يسوي لنا ديجراديشن اوكي. يعني لذلك شوف هسه هذا وحده من اللاين اوف ذا تريتمنت والمهمه اللي راح نستخدمها هي شنو هي؟ راح تشتغل لنا وين على اليمن؟ على الانفلاميتري ميدييتر انتي تيومر بروسيس فاكتور الفا، وحده هسه راح ناخذ هي اساس التريتمنت يعني مالتها اللي راح تشتغل لنا على
Thank you.
اوركسترا اوكسترا ارتيكولا هنا ادو اوكسترا ارتيكولا بالاو اي ما عندنا اوكسترا ارتيكولا بعد الايج اونست قلنا دول 30 الى 50 البيك ايج اوف اونست بينما الطلاق عاده اكثر الايج اونست فوق ال 60 فوق كذا يدينا البيك ايج اوف اونست بعد sedimentation. مصطلح اخر مو في راكب في دراج مونيتور وانما شنو هي؟ مونيتور.
أنه معظم disease causes. أكثرها تصير لنا بالتنفس مع بداية المرض، بداية التشخيص مع بداية المرض. هاي البروسيس ممكن نحكي فيها وتصير كذا وكنص وكاتب لنا البون وكاتب لنا الكارتريج ويلتحم العظم عن عظم وتصير ديفورميتي وغيرها. أكثرها هي هاي البروسيس تصير لنا at the beginning of the disease. أهم شيء نريد نعرفه بالنسبة للنون ستيرويد وبالنسبة للستيرويد، احنا قلنا احنا ما نريد ندخل نريد نعرف يعني الشغلة اللي متعلقة باستخدامها بالمرض، أنه النون ستيرويد والستيرويد don't slow the progression of the disease. Don't modify the pathogenesis of the disease. Don't prevent the deformity of the disease. أسرع من راح نستخدم أول شيء. ما قلنا disease process تصير لنا شو وقت؟ كل العملية هاي المشكلة راح تصير لنا شو وقت؟ بالبداية. والستيرويد والنون ستيرويد don't slow the progression of the disease. Don't prevent the deformity or disease. Don't affect the disease process. يعني راح نستخدم اول شيء disease modifying. فاذا اهم شيء نريد نعرفه انه بالdisease modifying anti rheumatic drugs should be started as early as possible after the diagnosis of the disease. مفروض نديله disease modifying بأسرع وقت. ليه؟ لأن قلنا disease process الديفورميتي والكذا كلها تصير لنا بالفترة الأولى أول ثلاث أشهر، وراها تصير الريفرس. أوكي يعني كيف تبديها بعدين؟ بنفيت مالتها راح تكون كذا. هسه ايش راح نبديله؟ نبديله بس المشكلة بالديزيز modifying anti rheumatic drugs عندها slow onset of عندنا شنو؟ slow onset of action يغادرها اسابيع وربما اشهر to produce the full effect. اذا هي الفيرست تايم. disease modifying anti-rheumatic drug first time. prevent or slow the progression of the disease. مسألة أخرى هي شنو هي قلنا ايش عندها؟ slow onset of disease. slow onset of action. لذلك النون ستيرويد والستيرويد نستخدمها ويا الديزيز موديفاينج انتي روماتيك دراكس الى ان شنو؟ الديزيز موديفاينج برودوس فول افكت يسموها بريدج ثيرابي. بريدج بين ما وبين ما توصل؟ ما بين بدايه استخدام الديزيز موديفاينج انتي روماتيك دراكس و شنو هو؟ فول افكت مالت الفول افكت. هنا نستخدم النون ستيرويد او انتي انفلاماتوري دراكس. ممكن تسوي توخينا الالم توخينا البين كذا كذا، هذا كله نستخدمه. اوكي يعني فاذا الستيرويد والنون ستيرويد او انتي انفلاماتوري دراكس نستخدمها مؤقتا as bridge therapy until disease modifying anti rheumatic drugs produce their full effect. Okay? يعني هي just symptomatic، خلينا نقول عليها just symptomatic. واضح يعني؟ طبعا التفاصيل يعني بنفس الشيء تقدر تستخدمها مثلا الستيرويد، عفوا الستيرويد ممكن تستخدمها
المثوتريك زيت في الحقيقه هو اكثر واحد يستخدم حاليا. ليش؟ طبعا مثلا من ناحيه احنا زي ما نقول ليش يعني مثلا اكثر واحد يستخدم؟ ها؟ اكثر يعني بالحقيقه هذا بايولوجيكال مويت لكن المثوتريك زيت يستخدم. من ناحيه سيفتي معروفه وانت احنا ما نقول عليه كل شيء لكن معروفه سيفتي بروفايل ومونيتر اللي تقدر تقيسها تكبر وكذا اوكي سيفتي. وبعد اكو فاكتور يعني مهم ليش نقول هذا اكثر واحد يستخدم كدو اي دو بعد شنو؟ كوست. الكوست مالته صحيح هذا البايولوجيكال ايش غالي وبعد الايز اوف ادمنستريشن عاده بنطيه وانس شنو؟ وانس مانث مرة بالاسبوع يكون اخباري قبل اسبوع اذا ما يسبيك يا زيد على المريض وكذا كذا كذا هو يشتغل انتي فوليت فكل مريض ياخذ ميثوتريك زيت لازم ينطي وياه فوليك اسيد فوليك اسيد فشو قاعد ينطي وياه فوليك اسيد هم كل اسبوع اخباري او كذا بعد يعني تقريبا طبعا لا ما يفيد الواحد يضيف الثاني ما يفيد الثاني يروح الثالث ما قادر روح على اليمن اكثر البيولوجي طبعا هم يقسمها تشتغل على تي ان اف وعلى انتي ان اف وكذا ما لي مشكله تفاصيل بس اكثرها تنتهي كلمه شنو؟ شنو؟ بيش تنتهي؟ ما بيش تنتهي اكثر البيولوجي طويل هسه شوفوها اداني مو شنو؟ أدالي مو ماب ما غلو مي مو ما ما سر تولي شنو ما وهكذا أكثرها تنتهي شنو يا طبعا كلمات كل شيء حروف وأسامي فيقطعوها مقاطع يعني أدالي مو ما زين وفرجع ما يعني شنو ما هو ينتهي بحرف ما شنو يعني هذا؟ ما هذا مين جاي منه ما؟ ما يعني مو خدناها بالام 6 ما هو ادالي مو ما هو سير دولي زو ما هو ادالي مو هو ادوية بحقيقة كل رواية ما يعني شنو ما هسه؟ مول مول شنو؟ كلونال انتي شنو انتي بعد هذا مونا بلونا انتي بول يعني شنو مونا بلونا عميل مونا ادوية هسه بارك كل اكثر الادوية اللي حاليا تقار والشركات تدور عليها هي شنو هي؟ مونا بايولوجيكال ايجنت اكثرها بايولوجيكال ايجنت وقسم كبير من عندها هي شنو هي؟ ما عندها ثلاث شركات الكبرى وكذا هذا اللي الشركات الكبرى اللي ميزانيتها مئات المليارات شركة واحدة قد ميزانية العراق كله شركة واحدة مال دول فايزر ولا بعد فايزر نبي تسوي له دول هذا تروح تسوي له شراب مال قحة لو شراب مال نشتة لو دهن مال حكي وكذا هذه المالات صارفة فلوس وكذا تدور عليه شي شغلات الأبرة ب 25 مليون والأبرة ب 3 ملايين الأبرة الوحدة اللي عندها كذا فوحدة أكثرها هي شنو هي؟ بايولوجيكال ايجنت هذا ثورة العالم بايولوجيكال ايجنت ما شو يسوون يا ساتر ولو مو قلنا احنا ايش قلنا؟ بار تي ان اف وقلنا شنو هو تي ان اف واندر لوكيل كله هو البروسيس مالت الانفلاميشن جابوا تي ان اف تي ان اف هذا استخلصوا تي ان اف او الانتر لوكيل وسووا له انجكشن وين؟ بماوس اوراق وكذا فهذا الحيوان ايش راح يكون عليه؟ انتي بودي طبعا انا ما ندخل بتفاصيله وش يسوون فارغه تبين ايش ولا هذا بس المعلومات العامه هم هاي لما جابوا هذا الجي ان اف سووا له انجكشن بالرات او بالمايس او بالكذا هذا راح يسوي سيل بي سيل وغيره لبروديوس انتي بودي عليه بالتي ان اف هذا اخذوا عليه جائزه نوبل وكذا عشان جابوا يجيبون بارغه هاي السيل البي سيل اللي بروديوس انتي بودي على تي ان اف معقول؟ يركبوها ويا كانسر سيل استفاده
من خاصية مهمة بالكنسر الصيادية الشينية اللي هي شينية يقول ها ايه بيها الكنسر الصيادية الكنسر الصيادية يعني هم كنت عبيرها ما عارف يقول لك الكنسر الصيادية يقول لك تموت ما تموت طبعا لما ديك لكن الكنسر الصيادية ما تموت إذا توفرت الظروف الملائمة ما تموت يعني مو مثلا الخلية تنقسم واحنا وبعدين سحنا البشرة تنقسم ومؤقت وبعدين تروح هي إذا توفرت لها الكالتشر مينيا تبقى فهنا يجيبون البي سيل هاي بروديوس الانتي بودي بطريقة الهندسة الوراثية يلحموها وكذا يركبوها ويا الكانسر سيل كانسر سيل ويحطوها بكالتشر مين هاي طيب ما طول اكو كالتشر ميديا ما طول اكو كذا بروديوس انتي بودي على التي ان اف انتي بودي على التي ان اف هذا الانتي بودي على التي ان اف احنا نستخدمه في التريتمنت مالتي كومنتايد فرايتس اوكي يعني واضح زين فهذه يسموها بايولوجيكال ايجنت طبعا شنو هي المشكله بالبايولوجيكال ايجنت ما ندخل التفاصيل لكنها بس لازم اي مريض لازم قبل ما نبدي فيها تشيكون يسوون تحليل مثلا مقدار جي بي واشعه وكذا ليش؟ لانه هي شو تسوي لنا؟ افكت شنو؟ عليها اميونيتي وبالحقيقه ممكن يزيدين الريسك اوف انفكشن اوكي يعني؟ فطبعا هذا فيها كل التسميات هوايه موجوده في المكان احنا اللي عندنا المشاكل